FM. الكلمة ليك سيدي الغالي. حقيقة بعض الأحيان وأغلبية هناك غياب على الواقع. طيب رأي الجمعة اللي فاتت مثلا رأي في تونس ولا في فرنسا رأو كان مثلا كثير كان هناك خطاب جمعة على الوطنية صح ولا لا؟ على الوطن. اليوم العيد الوطني عيد الاستقلال 20 مارس رمز تونس ورمز وطنية تونس ورمز الجمهورية التونسية. كان الجمعة الفارطة رأي كل خطبة جمعة كانت تحكي على الوطنية والانتماء الوطني والحس الوطني. حتى هذا الفراغ من خلوش وتجي فئة معينة والأسف الشديد وتدخل لأولادنا، هذه الأولى. ثم ثانيا الخطاب الديني بدأ شيئا ما يتحسن برابرة بعد الطامة الكبرى اللي عملوها والأسف الشديد من التكفيرين 2011 و2012 و2013 واللي تسببت في تجنيد الآلاف من أولادنا إلى سوريا والعراق وإلى بؤر الإرهاب والأماكن. الآن يلزم الخطاب الديني هو المنبع هو الصح، يلزم يكون خطاب نير، خطاب تعليمي تربوي، خطاب أساس قائم على أنسانية الإنسان، خطاب رحمة ومحبة، خطاب فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وهنا يلزم تكون حرص السلطات خاصة هي الأولى سواء في فرنسا ولا في تونس على مراقبة الخطاب الديني، ثم وزارة شؤون دينية المسؤولين على ذلك، لأن الكلمة رأي كما الكرتوشة. الكلمة إما الكلمة تكون سبب للإصلاح وسبب للمحبة وإلا الكلمة تكون سبب للتهييج وللفتنة وللقتل وللخراب. أنا أظن أن تحميل الخطاب الديني مسؤولية أولى في العالم العربي فيما يحصل من 2 مليون قتيل وجريح والأسف الشديد. هذه نتمنى أن تعود ويعود كلمة السلام وتعود كلمة النصح لا كلمة الفضيحة، كلمة تجمع لا تفرق، وكلمة كذلك تجعل أن الخطاب الديني غير مسيس. الكلمة ليك